روح مع حضراتكم ل يعني امبارح كلنا شفنا انه هيئه قناه السويس اعلنت عن ايرادات اعلى ايرادات في تاريخ القناه، وصلت ل 7 مليارات دولار، وكمان حققت اعلى حموله صافيه سنويه بقدر 1.32 مليار طن. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الاستاذ جورج صفوت المتحدث باسم هيئه قناه السويس. صباح الخير على حضرتك يا فندم. تحقيق أعلى إيرادات في قناة السويس بهذا الشكل بهذه الأرقام، انعكاس ده على حركة الملاحة داخل قناة السويس. طبعا خير أستاذ هدير، طبعا خير أستاذ أحمد، وطبعا خير لكل السادة المشاهدين. أهلا بسيادتك. يمكن كما جاء في مقدمة حضرتك أرقام قياسية بتحققها قناة السويس، سواء على صعيد الإيرادات 7 مليار دولار أمريكي بيتم تحقيقهم، مليار و320 مليون طن أيضا حجم البضائع الغير مسبوق اللي بيمر في قناة السويس خلال العام المالي المنقضي، ايضا 22,032 سفينه عبروا القناه في العام المالي المنقضي في 30/6. يمكن الدلاله المهمه لهذه الارقام، وفي رد مباشر على سؤال حضرتك، دلاله هذه الارقام على حركه الملاحه في قناه السويس، مدى ضخامه هذه الارقام اللي بتتحقق في ظل تحديات اقتصاديه يمكن مؤلمه للغايه، بتعصف باقتصادات دول موجه كبيره جدا من التضخم تقريبا اطاحت بالبورصات العالميه، لكن برغم كل هذه التحديات تظل قناه السويس في صداره المنافسه، تظل قناه السويس بتحقق عائدات عملاقه بتوصل ل 7 مليار دولار، ايضا حجم البضائع الغير مسبوق اللي بيؤكد على رياده القناه واحتلالها موقع الرياده برغم هذه التحديات الاقتصاديه. يمكن بيرجع هذا معلش الامر، معلش اقف مع حضرتك هنا، انا عايزه افهم الناس العاديه ده حصل ازاي؟ ازاي قدرنا ان احنا نحقق ده في ظل ازمه اقتصاديه عالمية؟ مع بدايه يمكن الازمه الروسيه الاوكرانيه اللي القت بظلالها يمكن على حركه التجاره المنقوله بحرا بشكل خاص، كان للسيد الفريق اسامه ربيع رئيس الهيئه توجه مباشر ورؤيه يمكن كانت استراتيجيه شاركناها مع كافه قطاعات العاملين في الهيئه، وهي ضروره التعامل بمرونه مع هذه الازمه. احد الاوجه اللي اشتغلنا عليها في الفتره اللي فاتت كانت الحملات الترويجيه والحزم التخفيضات او السياسات التسويقيه والتسعيريه المرنه اللي قدرنا من خلالها استاذ هدير نجتذب خطوط ملاحيه كانت لا تعبر قناه السويس بالسابق. توجهنا لاسواق جغرافيه بعيده عن قناه السويس، لا تعتبر قناه السويس هي الخيار الاول للعبور، وده مكسب كبير جدا يعني طبعا. يعني ده مكسب يعني هايل، مش بس بنتكلم عن ايرادات، احنا بنتكلم زي ما حضرتك بتقول عن سفن ما كانتش بتعبر قناه السويس. بالظبط، ويمكن ده اللي اثمر عن زياده الايرادات، واثمر ايضا عن مضاعفه احجام البضائع اللي بتمر في القناه لاول مره في تاريخ القناه الممتده على مدار 153 سنه، بنصل الى حاجز المليار 320 مليون طن بضائع. مره اخرى باكد ان هذه الارقام القياسيه بتتحقق في ظل تحديات اقتصاديه بالغه الخطوره يعني بتحيط بالاقتصاد العالمي وحركه التجاره بشكل عام. طيب عاوزين نعرف من حضرتك بقى ازاي فكره عمليه التطوير المستمره في هذا المجرى الملاحي الاهم في العالم بتساعد على تعظيم وارتفاع الايرادات، وهنا هنتكلم برضو على الخط الثاني او الفرع الثاني من قناه السويس، ازاي قدرت قناه السويس الجديده ان هي تعظم من هذه الايرادات؟ بشكر حضرتك استاذ احمد على هذا السؤال، لان هنا هنتكلم لازم عن تعامل الدولة المصرية مع مرفق مهم زي هيئة قناة السويس. يحسب للدولة المصرية، يحسب للجمهورية الجديدة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أطلق مشروع القناة الجديدة عام 2014 في وقت كان البعض يظن أنه القناة هي بالفعل قادرة على استقبال السفن. بالعكس، صحيح، وقت إطلاق قناة السويس الجديدة كان للأسف تصنيف قناة السويس كان بدأ ينخفض، قدرة القناة على استيعاب الأجيال الحديثة من السفن كانت بدأت أيضا تتأثر. جاء إطلاق فخامة الرئيس لهذا المشروع العملاق اللي بنعتبره قاطرة المشروعات التنموية عشان يرفع مرة تانية تصنيف القناة ويؤكد ريادة القناة مش بس في المرحلة الراهنة أو في العقد الحالي، ولكن لعقود وعقود قادمة، نضمن بإذن الله أن قناة السويس تتبوأ موقع الريادة على صعيد الممرات الملاحية. بفضل القناة الجديدة قدرنا نزود متوسط أعداد السفن اللي بيعبر القناة بصورة يومية. شفنا خلال العام المالي الماضي في بعض الأيام، ويمكن كانت لفترات طويلة، بنشوف 85 و90 سفينة بتعبر قناة السويس في اليوم الواحد، أعداد هائلة جدا أيضا من السفن استوعبناها بعد تعويم. ويمكن الزيادة المستمرة دي هي كانت سبب في أو سبب من أسباب التوسعة الجنوبية اللي بتحصل للقناة، هل ده هيكون ليه علاقة برضو بزيادة أكتر في الإيرادات؟
طبعا توجيهات فخامه الرئيس كانت دايما باستمرار تطوير اعمال المجرى الملاحي، ايضا الارتقاء بالخدمات الملاحيه المقدمه، ويمكن جت من هنا فكره مشروع القطاع الجنوبي او تطوير القطاع الجنوبي اللي بيتم حاليا بطول 40 كيلو متر. وزي ما بنتابع في البيانات الصادره عن قناه السويس بيتم تطوير هذا القطاع بالكامل بايدي مصريه، ايضا بكركات هيئه قناه السويس واسطول الوحدات البحريه المختلفه. تطوير القطاع الجنوبي استاذ احمد هيساهم في زياده معدلات الامان الملاحي في قناة السويس بصورة غير مسبوقة، هنرفع مستويات الأمان الملاحي بنسبة 28%، وهنا هتبقى صعب جدا نقارن بين قناة السويس وبين أي ممر ملاحي آخر من حيث معدلات الأمان الملاحي. أيضا هنزود القدرة الاستيعابية لقناة السويس، معنى كده أنه مع تطوير القطاع الجنوبي اللي بإذن الله ننتهي منه منتصف العام المقبل، هنبقى قادرين نستوعب أعداد أكبر من السفن، أجيال أحدث كمان من السفن، وأيضا نحافظ على معدلات الأمان الملاحي ونرتقي بها إلى مستويات غير مسبوقة. صحيح، وده بكل تأكيد هينعكس على الإيرادات في قناة السويس، وكمان مسألة المنطقة الاقتصادية وما يحدث من طفرة كبيرة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس شيء غاية في الأهمية. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ جورج صفوت المتحدث باسم هيئة قناة السويس، شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم.